السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنلم شوية أخبار مهمة جدا في الدوري المصري أو في الكرة المصرية عموما والكرة الأوروبية. ثلاث أربع أخبار كده هتكلم عنهم على السريع، منهم أزمة فرجاني السيسي مع نادي الزمالك اللي تطورت بشكل كبير جدا امبارح، وكمان مستحقات لعيب نادي الزمالك، وأيضا أزمة فريق برشلونة اللي قرب من خلاف مدرب كومان بمدرب اخر، وهنقول المدرب الاخر ده مين او الاقرب لتدريب نادي برشلونه مين بعد كومان اللي فشل في الدوري وفشل في دور الابطال وكمان في السوبر الاسباني. كمان النادي الاهلي واخر اخبار واخر مستجداته في بريتوريا في جنوب افريقيا، المباراه اللي مستعد النادي الاهلي ليها علشان ان شاء الله نرجع من هناك بالنتيجه إيجابية علشان النادي الأهلي يقدر يعبر الدور ده ويصل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان بعض الأحداث اللي بتدور زي ماتش ليفربول بيرلي النهارده اللي هيتلعب مهم جدا بالنسبة لنادي ليفربول علشان يقترب من مراكز دوري الأبطال. طبعا كلنا عارفين ليفربول قد الموسم مش أحسن حاجة، ولكن هنتكلم في كل حاجة لما يجي وقتها في الفيديو، بس يلا بينا نبدأ حلقتنا. الزمالك طبعا قبل ما نبدا الفيديو اللي تعمل لايك للفيديو عشان تحمسنا جدا ان احنا نكمل، ويلا بينا نبدا اخبارنا عن نادي الزمالك. فرجاني السيسي بيتقدم رسمي بشكوى رسميه لاتحاد الكوره بسبب مستحقات. كنا عارفين فرجاني السيسي بقاله فتره كبيره ما بياخدش مستحقات وبياخد، طبعا مش بسبب ان نادي الزمالك مش عايز يدفع لنادي الزمالك بمرور ازمه ماليه طاحنه، وزي ما بيقولوا كده بيقرب المسافات، بيدي لبعض اللعيبه فلوس والبعض الثاني نص مرتبها او 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 بيمشي اموره يعني. فطبعا في جلسه بقى ضغط شهور تقريبا ما خدش مستحقاته، فتقدم بشكوى رسميه لاتحاد الكره بسبب مستحقاته. طبعا كل شيكابالا فرجاني الساسي بقى له فتره كبيره بيقول على المستحقات وبيتكلم على المستحقات ومش راضي يجدد وعايز فلوس كتيره وعايز، اشمعنى دلوقتي قدم رسمي او طلب رسمي لاتحاد الكره ان هو عايز مستحقاته او بيسال عن مستحقاته؟ طبعا خلاص فرجاني الساسي بينهي عقده مع نادي الزمالك، خلاص جاله عقود، جاله عقود، عايز يجدد للزمالك، برضه عايز يجدد للزمالك لكن بالفلوس اللي هو عايزها، يعني هو ما عندوش مشكله يكمل في الزمالك لكن بالفلوس اللي هو عايزها. نادي الزمالك حاليا ما فيهوش فلوس يدي لفرجاني الساسي المبالغ اللي هو عايزها والقيمه اللي هو كان عايزها اول في دماغ فرجاني الساسي. فرجاني الساسي دلوقتي قدم بشكوى ان هو عايز فلوس. طبعا انت اخر ثلاث شهور ما اديتش اللاعب فلوسه، فاللاعب ده تقدم بشكوى رسميه لاتحاد الكوره. طبعا الشكوى دي بموجبها يرد نادي الزمالك عليها نصا كده انت فلوسك اهي، يعني نادي الزمالك يرد بفلوسه، يا نادي الزمالك يرد ان هو لسه في ازمه ماليه، فاللاعب من حقه بعدها انه يمسك حقه من غير شرط جزائي ومن غير ولا اي حاجه لا يدفع جنيه وياخد بعضه ويمشي، وكده كده عقده بينتهي مع نادي الزمالك، بس اللاعب برضه عايز يمشي وما يبقاش هو الغلطان في الاخر، يعني عايز قدام جمهور الزمالك، لا جمهور الزمالك هو كان شاري ولكن الاداره ما قبضتوش، الاداره ما قبضتوش مفيش فلوس، ففرجاني السيسي دلوقتي انا ما خدتش فلوسي وهم مش راضيين يدوني فلوسي فانا همشي. ده كل الحوار بالنسبه لازم فرجاني السيسي، لازم فرجاني السيسي قدم شكوى، الشكوى اي نعم لسه ما راحتش نادي الزمالك رسمي لكن اتسربت علشان هتوصل لنادي الزمالك، نادي الزمالك يرد عليه يا فلوس فرجاني يا ساسي كده في الخلعون ويشوف مصلحته هو رايح فين. بالنسبه لساسي، ساسي عايز يجدد للزمالك لان مش هيلاقي نادي تاني يدجله زي الزمالك، مش هيلاقي نادي تاني يلمعه زي الزمالك. فرجاني ساسي ليه الزمالك مطفي مخلص كوره، الزمالك لمع فرجاني ساسي زي ما بيقولوا خلاه فرجاني ساسي، زي ما الزمالك رجع اشرف بن شرقي ولمعه، زي ما رجع فرجاني ساسي ولمعه. الزمالك ليه بصمه كبيره جدا ودور واضح جدا في الاثنين دول بالذات انه يرجعهم تاني ويطبقوا الساحه، فمش ده يكون رد جميل، لكن اللاعب عايز يكمل بس مفيش فلوس، هي دي ازمه الزمالك بيمر بيها، فلازم نتكلم في الموضوع بكل حياديه، مش لازم نميل بقى اهلاويتنا او زملكاويتنا او الكلام ده كله، اول موضوع كده زي ما بنقول كده بالظبط. نخش على ليفربول والصراع الداير على مراكز دوري الابطال دلوقتي، الترتيب السيتي يونايتد تشيلسي ليستر، ليفربول الخامس فارق نقطتين، فارق ثلاث نقط عن ليستر اللي هو الرابع، لو كسب النهارده الماتش اللي فاضل له المؤجل او الماتش اللي ناقص عن ليستر هيبقى 66 نتائج مباشره، وعدد الاهداف لصالح ليفربول، يعني ليفربول لو كسب النهارده كسب كريستال بالاس هيبقى الدوري خلاص رسمي في دوري الابطال، في ايده مش في ايد حد،
طيب الصراع الثاني اللي داير عند ليفربول صراع الهداف بين صلاح وطبعا اللاعب هاري كين. هاري كين هيلعب دلوقتي مع استون فيلا وصلاح هيلعب مع بيرلي بالليل. اللي يسجل فيهم هيبقى هو الهدف. هما الاثنين عندهم 21 هدف. صلاح لو سجل هيبقى 22 او 23 ان شاء الله يسجل ثنائيه ثلاثيه هاتريك من ربنا يفتحها ويخش النهارده ويجيب اهداف. وهاري كين تعطل معاه ان شاء الله يعني. فطبعا لو هاري كين ما سجلش وصلاح ما سجلش هما الاثنين في الاخر ياخدوا الجائزه سوا. لو هاري كين سجل وصلاح ما سجلش فهاري كين اللي هيكسب. فاحنا ان شاء الله بنتمنى جدا ان صلاح ياخد الجائزه الثانيه. هيبقى انجاز كبير جدا لصلاح ودفعه معنويه كبيره جدا ليه ولفريقه في السنه الجايه ان شاء الله. ان صلاح ياخد المزيد من التقدم في الفتره اللي جايه. وده بالنسبه لصلاح. وبالنسبه لهاري كين والصراع على الهداف طبعا في بعدهم مثلا لعيبه قريبه زي مثلا كيلفرت لوين زي سون زي مثلا برونو فرنانديز كل لعيبه قريبه في ثلاث اهداف تقريبا او اربعه عنهم. ولكن الاقرب خلاص مانشستر خلص ماتشاته كمان او فاضل مباراه تقريبا منتصف حاصل ملهاش اي 30 لازمه. فبنتكلم في الفرق خلاص ما عادش يلزمها حاجه الموسم دلوقتي. بنتكلم في خلاص صلاح هاري كين الصراع اللي داير دلوقتي الحاجه اللي ما تحسمتش صلاح وهاري كين على الهداف وليفربول ووسط وتشيلسي على مركز رابع وثالث في الدوري. طبعا لسه لحد الان ما اتحسمتش يعني تشيلسي ما خلصش ليفربول ما خلصش ولا ليستر خلص لسه كل واحد منهم وراه. ليستر خسر المباراه الجايه يبقى 69 افرض استون فيلا عملها وتعادل مع تشيلسي او غلب تشيلسي تشيلسي هيبقى هو بره و نادي ليستر هو اللي في اللعبه دي. فلسه الموضوع ما اتحسمش لسه في دوري الابطال. ممكن تشيلسي يخسر الماتش الجاي ويبقى خامس وياخد دوري الابطال يلعب برضه يعني لسه الموضوع فيها كلام وفيها لعب محدش عارف الدنيا هتسأل. لكن اللي انا اعرفه واثق فيهم ومتاكد منهم ان ليفربول يكسب ماتشينهم ملوش دعوه باللعب اللي ده كله اللعب اللي موجود كله خلاص هو دوري الابطال السنه الجايه ايا كان نتائج فرق المنافسه الثانيه ايه. نخش على برشلونه. برشلونه طبعا كومان اقترب الرحيل خلاص ما عادش فيه اي امل لكومان في الموسم لان الموسم بدا بشكل كارثي في منتصف الموسم كان بشكل كويس جدا اخر الموسم ختمه ختام زي الزفت. فطبعا برشلونه مع رئيس النادي الجديد اللي كلم هانز فليك مدرب نادي بايرن ميونخ السبت لاخر مباراه ليه هتتلعب ممكن بكره ولا بعده مع فريقه انه قرر الرحيل بعد توقيعه او اثناء دوري الابطال كان مقرر الرحيل اللي هو اخر موسم ليه او الموسم هيبقى في اخر الموسم مش هيكمل مع نادي بايرن ميونخ وهيحط تجربه جديده. وكان هانز فليك عنده عروض من المنتخب الالماني بعد يوكن لوف لكن لما برشلونه كلمه المدرب فكر ان هو يبني حاجه جديده واسم جديد وتاريخ جديد لنفسه مع نادي كبير زي برشلونه فهيفكر في التجربه. لابورتا كلمه وهو مرحب اعتقد ان هو اقرب بديل هو ويورجن كلوب اقرب اثنين يقدروا يحلوا ازمه نادي برشلونه في الفتره اللي جايه مع الصفقات اللي هتجي لهم مع التدعيمات. اعتقد ان هم دول انسب اثنين ممكن يحلوا ازمه نادي برشلونه في الفتره اللي جايه. ده بالنسبه لنادي برشلونه. طبعا النادي الاهلي واستعداداته تشكيلته اللعيبه في مسحه هتتعمل بكره التدريبات شغاله اللعيبه متفائله عندنا ثقه كبيره جدا في فريقنا عندنا فريق بطل افريقيا عندنا لعيبه لسه بتتبني مستقبلها ان شاء الله واعد باذن الله عندنا كل الحاجات اللي تاهلنا اننا نتعادل او نكسب او نخسر فرق هدف كل الحاجات ان شاء الله تبشر ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يقدر يعرف مباراه صن داونز الصعبه جدا هناك لان طبعا فريق صن داونز يعتبر من اقوى الفرق في افريقيا ما كانش اقواها يعني السنه دي ويقدم كوره كبيره جدا كوره حلوه جدا ولكن انت كسبته بالخبره كسبته بالدهاء بالذكاء اللاعب المصري بمدرب فاهم هو هيكسب ازاي او فاهم هيلعب على نقط ضعفه ازاي ونقط قوه الفريق التاني ازاي حاجات كتيره لازم كنا نتكلم عنها ونقول ان بيتسو موسيماني جاب فريق صن داونز على ملعب ويجو السلام اللي هو الملعب ضيق بالنسبه لنا علشان هم لو خدوا مساحات واسعه في ملعب زي استاد القاهره كانوا هيعملوا بيننا شوارع وانفاق لكن قفل عليهم الملعب خلاهم ما يلعبوش مساحات واسعه خلانا احنا اللي نلعب المرتدات بالفعل المرتدات دي قدمت لنا الهدف الاول في الشوط الاول من طاهر محمد طاهر اللي خد احسن هدف في الجوله وكمان في الشوط الثاني الكوره اللي عملها الجي اي جونيور اجاي لصلاح محسن خدعت الدفاع وحارس المرمى وراحت لصلاح محسن متقشره من حساب له ان هو كمل فيها وما يأسش ويحاول على الكوره وخد ثقه في نفسه اكتر واكتر بالهدف ده وحط الهدف الثاني. طبعا ديانج خد افضل لاعب في الجوله وده شيء يحتسب له انه كان عامل كل حاجه في الكوره في المباراه اللي فاتت كل ديت مكاسب الاهلي كسبها من مباراه
صن داونز زي برضه ديانج مستواه العالي زي الشناوي اللي تصدر اكتر من كوره ورجعت لنا الثقه تاني في الشناوي اللي هي اصلا ما افتكرناهاش، لكن رجعت الثقه لنفسه هو كمان ان هو حارس كبير، حارس عالمي، حارس يقدر يعمل اي حاجه في اي وقت، حارس كسبك مركز ثالث في افريقيا في كاس العالم، حارس كسبك افريقيا، حارس عمل كل حاجه للنادي الاهلي، ومع شويه دلع كده وتراخي في نص الموسم برضه هيعدوا، ولكن عايزين يدوسوا يكمل اكتر. الشناوي هو امل حراسه المرمى النادي الاهلي كمان لسه ثلاث اربع سنين قدام على كاس الشناوي اللي هي جايبه عرض حاليا من الدوري السعودي، وبرضه مش عايزين نفكر في الوقت ده. بعد بطوله افريقيا لو عايز تمشي الباب مفتوح، ولكن نكمل بطوله افريقيا ان شاء الله على خير ونقدر نحسمها وتبقى ثاني بطوله ليك في افريقيا مع النادي الاهلي، وهتبقى تكريم كويس ليك حتى لو مشيت بعدها، هيبقى النادي الاهلي قدر انه يجيب حارس كمان يشيل علينا النادي الاهلي مع علي لطفي اللي قدم مستويات طيبه الفتره اللي فاتت خاصه في مباراه نادي الزمالك. فطبعا عايزين يعني جيل يسلم جيل، ولما نمشي لاعب نقدر يبقى موجود عندنا بديل الكفء الجاهز اللي يسد المكان على طول، ما نحسش بفات زي ما حسينا فات ايام مع صبري الحضري ساب الاهلي ومشى، حسينا فرق كبير جدا لمده 7 8 9 10 سنين يعني زي ما تقول لحد ما جه الشناوي وسد الفارق والحجز والخانه دي. دي كانت حلقه النهارده من اهم الاخبار، وطبعا اضطراب علي معلول من المشاركه في المباريات، ممكن يشارك في جزء في مباراه صن داونز، ممكن يشارك في مباراه نهضه البركان اللي بعدها مباراه السوبر هنحتاجه فيها. طبعا علي معلول مكسب كبير جدا بيشكل قوه كبيره جدا من هجوم النادي الاهلي، 50% من هجوم النادي الاهلي علي معلول بيمثلهم. اعتقد ان احنا معانا لاعب كبير ما يتشافش لحد، طبعا كان في ناس طلعت قالت ان هو بيمطر وعمل المصاب علشان ما يلعبش وعشان جاله عرض وعشان الخليج وعشان مش علي معلول، فرجاني سيسي اللي بيمطر بقاله سنتين مش علي معلول، علي معلول فعلا مصاب والراجل زي ما انتم شايفين هيرجع هيلعب، عمرنا ما سمعناه بيتكلم عن فلوس، عمرنا ما سمعنا عمل مشكله، هي بس الفكره ان انتم بتحبوا تربطوا الاحداث ببعضها، بتحبوا تعملوا مشاكل وتخترقوا مشاكل عند النادي الاهلي، حتى لو في مشاكل في النادي الاهلي ما بتطلعش وما بتظهرش، لان النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع مشاكله وبيعرف يحل مشاكله بسرعه جدا جدا جدا. دي كانت حلقه النهارده، ولو انت اول مره تتابعني تنزل تشرفني في القناه، تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان تحمسنا جدا ان احنا نكمل، والسلام عليكم.